في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن المستندات حق صفحة البحشوم وعن مؤسسة Global Witness العالمية وكيف انه المؤسسة دققت في المستندات ونشرت تقارير اعتمادا عليها، والمؤسسات الاعلامية الكبيرة اتأكدت من صحة الملفات، والكلام ده حتلقوه في الحلقة اللي فاتت، لو ما شفتها شوفها وتعال راجع. الحسابات زي ما شايفينها في واحد منها فيه الحسابات الكاملة لجزء من مشتريات ومصروفات الدعم السريع للنص الأول من سنة 2019، فيه العربات اللي اشتروها، الإسبيرات اللي اشتروها، المصروفات الخاصة، أجهزة تقنية المعلومات وأجهزة اللاسلكي والاتصالات، المكنات بتاعة البطاقات، قروش الإقامة في الفنادق في ألمانيا، الإمارات، هولندا، ماليزيا، روسيا، تفاصيل كثيرة بس بهمنا منها في حلقة الليلة العربات. ميليشيات الدعم السريع اشترت 1000 عربية في النص الأول من 2019، والعربات دي لاند كروزرات وهايلوكسات وشحنات بيكاب، بيحول جزء من العربات دي لعربات عسكرية حربية، ودي معلومة أي سوداني عارفها. وفي أكثر من 100 فيديو نشروا إعلام ميليشيات الدعم السريع في صفحاتهم الرسمية، غير فيديوهات تانية صوروها ناس عاديين فيها العربات وفيها الشحنات، وبسهولة جدا بتقدر تعرف موديلات العربات من الفيديوهات والصور. المؤسسة ما وقفت على ملفات البحشون بس، لقد برضو وثائق وصور لكل مرحلة من مراحل ترحيل العربات من دبي لحد السودان، ولقد انه نوع وموديلة مطابق تماما للمشتريات في الملفات بتاعت صفحة البحشوم. المؤسسة تواصلت مع شركة تايوتا، قالت لهم كيف انتوا تبيعوا عرباتكم لميليشيات، والشركة ردها كالآتي: واجابت تايوتا على طلب Global Witness بالتعليق على الامر، تايوتا تتبع سياسة صارمة في عدم بيع سيارات إلى مشترين من المحتمل أن يستخدموها أو يعدلوها لتصبح سيارات عسكرية مسلحة تستخدم في أغراض إرهابية، وهناك إجراءات موضوعة لمنع تحويل المنتجات إلى استخدام عسكري غير مصرح به. وأضافت تايوتا: نلتزم بالقوانين الخاصة بالتحكم في الصادرات والعقوبات المتعلقة بذلك، ونشترط أن يتبع التجار والموزعين الذين يتعاملون مع الشركة القوانين نفسها. وأكدت تويوتا أن لديها قواعد واضحة بعدم بيع سيارات لمؤسسات عسكرية أو شرطية في السودان. في الجنب اليمين في المستند حتلاقي شراء 50 شاحنة بيكاب تويوتا لاند كروزر بالمواصفات الأساسية، لون بيجي موديل 2019 مع لوحات 2018. من وين اشتروها؟ اشتروها من غرفة عرض الكرامة موتورز، 50 سيارة سعر الوحدة منهم 103,000 درهم. شركة الكرامة دي مقرها في دبي. تمشي الموقع الإلكتروني بتاعها حتلاقي نفس الموديلات اللي اشترتها ميليشيات الدعم السريع، لكن شركة الكرامة موتورز نكرت حطب، لأنه لو قالت إنها اتعاملت مع ميليشيات الدعم السريع حيتلغي التوكيل بتاعها. في الملفات في موزعين تانيين غير الكرامة، في جزء منهم نفى وفي جزء منهم أكد إنه فعلا باع للدعم السريع، وقال للمؤسسة إنه نحن بعنا لهم عدد محدد من العربات في أيام محددة، والمؤسسة لقت نفس الأيام ونفس العدد مطابق للبيانات اللي في ملفات البحشوم. في الصور دي بيظهر الملصق باللون الأحمر، وده بتاع مركز خدمة البحر الأحمر، وهي شركة استيراد وتصدير وتخليص جمركي. المقر الرئيسي بتاعها في جدة، والشركة في موقع الرئيسي على الانترنت بتقول انها بتستخدم سفينة الكرامة المصرية. وفي المستندات حتلاقي ان قوات الدعم السريع شحنت 75 عربية يوم 23 مارس 2019، والشاحن منه الكرامة. هل ده كفاية؟ لا، المؤسسة مشت لارشيف قاعدة بيانات الشحن مارين ترافيك، وفعلا سفينة الكرامة سافرت من جدة لسواكن ووصلت يوم 23 مارس 2019، وفي 18 رحلة تمت ما بين شهر 2 لحد شهر 5 وشهر 6 من 2019، وبرضو ممكن نتأكد من كل الرحلات. مثلا الوثيقة دي نشرناها قبل كده، وهي وثيقة بتاعت شحن بتاريخ 27 مايو، اسم الشاحن أحمد محمد بشارة، سفينة ميدلينك، دالسين وزارة الدفاع، دالسين وزارة الدفاع، دالسين يعني دعم سريع وزارة الدفاع، 53 سيارة برقم الشاسي بتاعها بالوزن بتاعها بكل شيء. الفيديو ده اتنشر في 20 مارس 2019، بتظهر فيه عشرات العربات التويوتا لاند كروزر البيج قبل ما تتشحن للسودان. نشوفه ونجي. دار واحد سيارات تجهة للسودان كلها لقتل أبنائنا ولقتل شعبنا، السيارات دي كلها
جاية للسودان تابعة لجهاز الأمن. كويس، وإحنا لما تحققنا وتكلمنا مع الناس المسؤولين في شركة الشحن قالوا السيارات دي تابعة لحميتي، والسيارة دي ما تابعة لحميتي، وحميتي ما عنده الإمكانية دي. هذه السيارات والبكاسي. المصور الفيديو سأل الشركة بتاعت الشحن، قال لهم العربات دي تابعة لمنو؟ قالوا له تابعة لحميتي، وهو فاهم في الوقت ذاك انها تابعة لقوش. المهم في الفيديو المؤسسة عرفت مكان التصوير، التصوير تم في المنطقة الصناعية في دبي. لو ركزنا في الفيديو ونحن بنجيبه بالبطيء بتصحر في العربات دي ملصقات، والملصقات دي اسمها ملصقات استهلاك الوقود، تابعة لهيئة المقاييس لدول مجلس التعاون الخليجي. الملصقة والبطاقة دي بقت تطبق في الامارات من عام 2017، معناها عربات الدعم السريع اللي فيها الملصق ده هي موديل 2018 و 2019، واتشحنت من دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي. نفس الملصقات دي بتاعت استهلاك الوقود حتلاقيها في العربات اللي ظهرت في فض الاعتصام، وشايلة قوات الدعم السريع مرات بلبسهم ومرات بلبس الشرطة اللي توزع لقوات الدعم السريع. الكلام لك يا نبيل أديب، هل حققت في العربات دي؟ وانت فاضي من التصريحات؟ لو عاوزين معلومات تفصيلية أكثر ومهتمين، أدخلوا رابط التقرير في وصف الفيديو، هتلاقوا فيه الشغل احترافي وكيف إنه بيقدروا يتأكدوا من الصور والفيديوهات عن طريق الأقمار الصناعية والتضاريس. ليه عرفوا شارع الهوى من عندان الإنارة وميزانة الجامع؟ والله جد، فمجهود كبير منهم، وأهم شيء إنها مؤسسة معروفة وعندها خبراء وقانونيين ومحامين. يعني أي معلومة صغيرة غلط من حق الجنجويدي حميتي يمشي يفتح فيهم بلاء. بتقدر ما بتقدر، أرقد وأرخي جسمك البحشوم جاك يا حميتي. حاجة أخيرة، دائما الناس بتنسى المجهود لنفسها، الملفات وتسريبات الدعم السريع الفاتت والما زالت، وقبل الدعم السريع أغلب ملفات ووسائغ الكيزان كلها من شرفاء وجنود مجهولين من مختلف أبناء الشعب السوداني، فليهم تحية، والواحد سعيد إنه قدر يوصل تعبهم لجهات عالمية، وفي منهم التعب بتاعه برضو وصل لجنة التمكين. وكل مؤسسة فيها فساد أعرف إنه في زول ضميره صاحي أو ضميره حيصحى ورح